الذكاء الاصطناعي، التجربة اللي هي جاية ما بين أساتذة من الأردن وفرنسا النرويج. لا احكي لي بقى على تجربة الذكاء الاصطناعي اللي احنا خايفين منه على الإبداع بشكل عام. هو الذكاء الاصطناعي أنا شايفة إن هو وسيلة وليس غاية، يعني احنا هنستخدمه مش بديل للإبداع الموسيقي، أو يعني ما أقدرش أجيب حد أدخل روح عاملة مقطوعة مؤلفة وبقى انا ماليش دور فيها. بيعمل بس هو لازم يكون ليه ضوابط. لا هو يعني احنا داخلين على منطقة صعبة جدا، لان هو فعلا طلع برامج مجرد ما تديها بس كلمات وتطلبي منه الستايل اللي عايزة الكلمات دي تطلع بيه، ففجأة في ثواني بديكي اغنية معمولة كاملة متوزعة بالاسلوب، يعني عايزه تتوزع تانجو، عايزه تتوزع شرقي، عايزه جاز، اي شكل. لا دي كارثه كبيره. مش يعني كارثه، انا قلت تحدي. بس انا عندي فضول كبير لما اطلع على البحث اللي اتقدمك، او حضرتك قلت لي اردني من باحثين الاردن، اثنين اساتذه من الاردن مع باحث من فرنسا وباحث من النرويج. يا خبر. انا اربع ايام. اول يوم كان فيه تجربه اللي هو الذكاء الاصطناعي. انا مش عارف، حاسه انه البحث ده لوحده فقره في البرنامج. يعني حاسه انه لو كمان في ندوه، ودي من يعني من يعني السنه دي في مهرجان الموسيقى العربيه بالنسبه للمؤتمر العلمي، كان فكره ان احنا نعمل تجارب موسيقيه، دي اول مره تحصل. فكره ان احنا نقدم تجربه بتعبر عن المحاور اللي احنا المحاور اللي الباحثين بيكتبوا فيها او بيشتغلوا عليها، بنقدم تجربه عمليه بتعبر عن اللي احنا بنتكلم فيه ده. كمان الذكاء الاصطناعي اول مره برضو نقدم ندوات، ففي ندوه عن الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي النهارده. مع ولا ضد؟ النهارده موجود. وده الملفت في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه، هو حقيقي في حاجات تضيف. الاهم ان احنا نبقى عارفين اللي نلقي عليها الضوء. عملتوا توصيات السنه دي يا دكتوره؟ بصي، هو من ضمن التوصيات المهمه قوي طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي، ان احنا المؤسسات الاكاديميه والموسيقيه لازم تعمل القاء ضوء او انفتاح على برامج الذكاء الاصطناعي بالنسبه للدارسين، يعني ما نسيبوش هو يدخل يعمل الكلام ده لوحده. صح. كالقاء للضوء، لان انا مش هقدر ابقى بمعزل عن اللي بيحصل في العالم. صح. برضو من الحاجات المهمه قوي جدا ومطلوبه يا دكتور وحضرتك، احنا اتفقنا على الكلام ده طبعا، انه وجود مجله علميه محكمه لتوثيق المؤتمر الموسيقى العربيه، بحيث ان كل الابحاث يتم توثيقها. هو مش بس كده، يعني ما اعرفش ليه جالي الدارسين في الجامعه دلوقتي مع الاي اي، فكره البلاجيريزم او الاقتباس او السرقه منتشره جدا. فالدكاتره الاحدث سنا اللي هم عارفين جدا الاي اي بيعرفوا بسرعه وبسهوله يكشفوا الاقتباس او السرقه دي. فحتى في كلياتكم لازم هيبقى فيه اولا بروجرامز، يعني برامج لكشف السرقه الموسيقيه بقى. وفي نفس الوقت تسهل على الاساتذه ان هم يعرفوا مين. مع وجود الذكاء الاصطناعي اللي هو اصلا بيخلي حضرتك تهربي من البلاجيريزم. بالظبط. يعني ده من ضمن الحاجات اللي هي بيعملها الذكاء الاصطناعي.